الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن الركود ضرب الأسواق بسبب التأخر في إقرار الموازنة المالية لعام 2023 في العراق. وقال خبراء اقتصاديون إن ركودا حادا ضرب الأسواق بسبب التأخر في إقرار الموازنة المالية، ويعود التأخير بسبب خلافات مع كردستان العراق والمشكلة في تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى أنها موازنة لثلاثة أعوام متتالية. وأكد الخبراء أنه من الضروري إيجاد حلول آنية لتمرير الموازنة لأنها تعنى بالفقراء والكسبة قبل التجار والمستوردين. كشف موقع أويل برايس المعني بالشؤون النفطية عن مساع لحكومة بغداد لإقناع تركيا بإعادة ضخ النفط من كردستان العراق بعد نجاحها بإيقافه عبر قرار دولي. وقال الموقع في تقرير إن ما يزيد عن 400,000 برميل يوميا من النفط المصدر عبر كردستان العراق بات الآن خارج حسابات السوق بعد تصاعد الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل حول قانون الموازنة، مؤكدة عدم وجود أي موعد محدد حتى الآن لإعادة الضخ مرة أخرى. يشار إلى أن بغداد حصلت في 25 من الشهر الماضي على قرار دولي يقضي بمنع أنقرة من تصدير النفط من كردستان العراق دون الحصول على موافقة بغداد، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليها للأضرار التي لحقت بالاقتصاد العراقي. قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إن إطلاق قروض استراتيجية للتخفيف من الفقر متوقف حاليا لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية لاستقبال طلبات جديدة. وأضاف الوزير أن الدفعة 35 من القروض الميسرة التي أطلقت مؤخرا كانت للمتقدمين منذ عام 2020، وهي تعتمد بشكل كبير على حجم المبالغ المستردة من المقترضين خلال الأعوام الماضية، ما ينعكس على حصص كل محافظة ونسبة الاسترداد. وأضاف أن التقديم على جميع برامج الاقتراض المعتمدة من قبل الموازنة متوقف حاليا لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية لاستقبال طلبات جديدة، منوها بأنه لا يمكن الجمع بين القروض ومنح الرعاية الاجتماعية، ومن يظهر اسمه في دفعات القروض لا يحق له التقديم للشمول بالإعانات والعكس كذلك. انكمش نشاط المصانع في الصين أسرع من المتوقع في شهر أيار بسبب ضعف الطلب، ما زاد الضغط على صانعي السياسة لدعم الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم. وانخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعة التحويلية إلى 48.8 في شهر نيسان وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، ويعد هذا أدنى مستوى للمؤشر في 5 أشهر وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل عن الانكماش. وخالف مؤشر مديري المشتريات التوقعات بارتفاع إلى 49.4. انخفضت أسعار النفط بعد أن بدأت التعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع، وذلك بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب على الصين أو الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 28 سنتا لتصل إلى 73.43 دولارا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا ليصل إلى 69.20 دولارا للبرميل. وانخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين من 48.8 إلى 49.2 في شهر نيسان وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. الآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الموجز إلى اللقاء.